ايه كان من الممكن هما اللي ان شاء الله كانوا من الممكن هما اللي يغلبوا، غير فرنسا ساعدتها لحد فقط. فرنسا المغرب كان لاعب احسن من فرنسا وما ساعدهمش لحد بزاف، كاع كان ممكن هما اللي غياخذوا الكاس ان شاء الله، كاع غير ما ساعدهمش لحد. الركراكي راجل مزيان، مدرب مزيان، قاو لايك ذيس، كونتيني لايك ذيس. من احسن اداء فهمتي بالنسبه للمنتخب، منتخب جيد لا في الدفاع ولا في الوسط ولا في الهجوم. يعني بالنسبه للركراكي جمع لعابه واعرين فهمتي، واعرين يعني حرصان اسود الاطلس، يعني مهما كيقول اسود الاطلس ماشي مفتخر باللعابه يعني الله يعطيهم الصحه، والحكم تا والله يعطيه الصحه، وكنت منه ليه التوفيق، وكنت منه ما يبخلش ما يطلقش المنتخب، بغيناه يبقى شاده، يبقى شاد التدريب ديال المنتخب الوطني ان شاء الله، ونتمناو يكون خير. اما بالنسبه للحكم، رساله بغيت تقول وليد الركراكي، كنشكرو بزاف على الاهتمام ديالو، وعلاش لان وجر اللعابه، دارهم خوت ودارهم اولاد ودارهم صحاب ودارهم، يعني مهما كيقول لك الدراري، يعني هذيك الكلمه ديال الدراري راه بركه، يعني هذيك كتكفي. وكنشكر اللعابه كاملين ديال المغرب، وانا كنشرف اللعابه ديالنا اللي هما جابوا اللعب مزيان في جميع الفرق، وحتى الفرقه الاخرى حتى هي. ولكن شكرا شكرا، هما فرحانين كيف خسروا كيف ربحوا، حيت هما عندهم دابا تاريخ، راه عندهم بزاف ديال اللقطات كيفاش ماركوا البيوت وتشجيعات وما كيكعوا ما والو، والحمد لله ديما المنتخب هو وديما التشجيعات ديالو في الامان في كل مباراه وفي كل نتيجه وفي كل نهار وكل في كل ثانية ودقيقة ولا إله إلا الله محمد رسول الله. حنا مفتخرين بهذا الأداء ديال هاد اللاعبين، حتى هما حتى اللعابة راهم مفتخرين فهمتي، حتى هما راه اللي عليهم راه داروه في أي مباراة، وماشي عيا هما ما معياوش. دابا الفرقة اللي كتلعب معاها العطيب كيتعطبوا وتهلكوا ملي جاو المباراة الفينال، المباراة الأخرى راهم داروا اللي عليهم باش يمكن لهم يجيبوا هاد النتيجة ديال الميداليات. المهم كنشجع وليد الركراكي على التعامل اللي تعامل مع اللعابة، هو اللي في جهده عطاه اللعابة، واللعابة تا هما اللي في جهده لاحوا في الماتش. وشي حاجة أخرى العطيب، الفرقة اللي كتلعب معاها كيبغيو يماركيو بالعنف بشي حاجة اللي هي ماشي خارجة على المباراة، وهذا الشيء اللي كنطلبوه. الأداء ديال المنتخب الوطني المغربي رائع جدا، أحسن المنتخبات اللي داس من عصر التاريخ هو هذا المنتخب. هذا أداء 100% مفتخر به، وليد الركراكي واللاعبين الله يعطيهم الصحة، فرحونا فرحوا الشعب، هذاك هو الرباح. المنتخب لعب مزيان، داكشي هو هذا، مفتخر بهم، هاكا مفتخر بهم. وليد الركراكي تحية لي واللعبة تاوما التحية ليهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.